السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا الصيادلة، بنرحب بيكم في أكاديمية إبداع، واللي بنقدم عليها مجموعة متنوعة من الكورسات المقدمة للصيادلة. وفي الفيديو ده هنخص بالذكر تفاصيل دبلومة QC PhD، واللي هي اختصار لـ Qualified Community Pharmacist Diploma، الدبلومة الأقوى والأكبر في مصر والوطن العربي لتأهيل الصيدلي المجتمعي. ولما بنقول إنها الأقوى والأكبر، فده إحنا حرفيا بنعنيه، مش مجرد شو أو كلام إعلانات. ولما نستعرض الكونتنت الخاص بالدبلومة هنفهم ليه احنا بنقول عليها كده. الدبلومة عندنا بيقدمها نخبة من افضل المحاضرين في مصر والوطن العربي، وبإذن الله في الفيديو ده هنحاول بشيء من التفصيل اننا نوضح لكم تفاصيل الدبلومة. فلو كنت مهتم تعرف التفاصيل دي فتابع معنا الفيديو للنهاية. احنا جمعنا لكم الموديولات اللي بتتقدم في دبلومة QC PhD، وان شاء الله في السلايدز اللي جاية هنتكلم في بعض التفاصيل عنها. وزي ما وضحنا في البداية ان أكاديمية إبداع بيتقدم عليها مجموعة كبيرة من الكورسات المقدمة للصيادلة، منها بورد الفارماكوثيرابي، ومنها كورسات تركيبات وكوزمو ودرماتولوجي. ولكن زي ما قلنا هنخص بالذكر هنا الكلام او الحديث عن QC PhD. وحابين ننوه ان في بداية الاعلان عن الكورس الخاص بـ QC PhD، طبعا الموديولات كانت اقل من كده، ولكن احنا بنحاول جاهدين ان احنا نطور كل فترة ونحدث علشان نفيد الصيادلة باكبر قدر من المعلومات اللي بيحتاجوها. وفضل الله الأمر ده لاقى استحسان كبير من المشتركين معانا في الجروبات السابقة، وبنفتخر أيضا إننا كنا مصدر إلهام لبعض مقدمي الكورسات على الساحة إنهم يستفيدوا بأفكار المواضيع الجديدة اللي بنقدمها عندنا. ودي الحقيقة حاجة بتفرحنا، إننا نحس إننا شاركنا في إفادة أي صيدلي، سواء كان من أسرتنا، أسرة QC PhD أو غيرها. وهنا هنكلمكم عن صلاحيات الاشتراك، بس خلينا قبلها ننوه ان شاء الله في نهاية الفيديو هنعرض لك معلومات عن فريق المحاضرين علشان تتعرف على مجموعة المحاضرين اللي جميعا بنفتخر انهم اتجمعوا سوا في دبلومة QC PhD. هتتعرف على البايو الخاص بكل دكتور، وتعرف كل مديول مين اللي بيقدمه. وحابب انكم تعرفوا انه بفضل الله المحاضرين اللي معانا حاولوا جاهدين انهم يخلصوا في تقديم اقصى ما يمكن تقديمه من معلومات ونقل خبراتهم من خلال المحاضرات اللي بتتقدم داخل كل مديول. وعلشان كده بنقول دايما ان كل مديول هو بمثابة كورس في حد ذاته، يعني باشتراكك معنا فانت تعتبر بتشترك في مجموعة كورسات موسعة وليس كورس واحد. ونرجع لحديثنا عن الاشتراكات، صلاحية الكورس بتكون اما سنة واما سنتين، وانت بتحدد في بداية اشتراكك حابب تشترك في اي باقة فيهم. والباقتين على فكرة نفس المحتوى، اللي بيفرق بينهم ان الباقة البيزك بتكون مدة صلاحية الفيديوهات معاك سنة، لكن الباقة البرو بتكون مدة صلاحية الفيديوهات معاك سنتين. أما بالنسبة لملفات البي دي اف فبتقدر تحتفظ بيها مدى الحياة سواء مشترك في الباقة البيزك أو الباقة البرو، ده غير إمكانية إنك تقدر وبسعر رمزي، واللي بيكون على فكرة أقل من تلت سعر الدبلومة الأصلي، تقدر بالسعر ده إنك تجدد بعد اشتراكك ما ينتهي، تقدر تجدد سنة، وتقدر تستفيد بالاوبشن ده لمدة 3 مرات بحد اقصى. بمعنى ان انت دلوقتي هنفترض ان انت مشترك في الباقة البيزك وخلاص خلصت السنة بتاعتك، وحابب ان انت تشترك او تجدد كمان سنة كمان، فوقتها بما ان انت كنت مشترك معانا فمش هنقول لك ادفع اشتراك جديد اللي هو سعر الدبلومة الاصلي، لا، فانت تقدر بالسعر الرمزي اللي احنا بنقول عليه ده تقدر تجدد سنة، وبعد السنة لو حابب كمان تشترك كمان سنة تقدر برضو بالسعر الرمزي ده تقدر تشترك، تدفع وتشترك كمان سنة ثم كمان سنة للمرة الثالثة بحد أقصى 3 مرات، ثم بعد كده بيكون اشتراك جديد. وهنا نقطة أحيانا بيطرحها البعض، هو ليه ما يكونش الاشتراك مدى الحياة؟ وحابين وبكل وضوح إننا نوضح إن اللي بيشترك بيكون مفروض إن هو داخل يؤهل نفسه عشان يقدر يواجه سوق العمل، واحنا جايين لك من المستقبل وبنقول لك ان اللي بيعتمد ان الفيديوهات بياخدها وتكون مركونه جنبه مدى الحياه ده مش بيذاكر، لكن اللي بيحدد لنفسه وقت فبيخلي المحاضرات ليها اولويه وبيقدر ينجزها. زائد ان الاكاديميه بيكون ليها سيرفرات، والسيرفرات دي بيتم دفع اشتراكات ليها بشكل مستمر وبالدولار مش بالجنيه المصري. فاي منصه بتقدم لك التطبيقات والمحتوى الكبير اللي هيتقدم لك عندنا ان شاء الله، من غير المنطقي ابدا انها تقدر تتحمل صلاحية مدى الحياة. واي حد يقول كلام من هذا القبيل فبيكون من باب الشو فقط ليس الا، وعلى فكرة بيكون كلام غير مدروس بالمرة وبيتم تعديله وتغييره فيما بعد. لكن بفضل الله كلامنا دايما واحد مع الدكاترة اللي بتثق فيه، وبفضل الله نقدر نقول وبكل ثقة
ان الخدمات اللي بتقدمها المنصة عندنا سواء من تطبيقات او محتوى ضخم او غيره مش هتلاقيه في اي منصة تانية، وده ليس من باب الغرور او الكبر حاشا لله، ولكن بنوضح لمتابعينا اننا جهزنا في الدبلومة والمنصة اللي يليق بيكم. وننتقل لطرق السداد. لو حبيت ان انت تشترك معانا فبيكون عندك طريقة من ثلاثة، اما ان انت تدفع المبلغ عن طريق فودافون كاش او عن طريق حساب بنكي او عن طريق انستا باي، بتختار الطريقة اللي تناسبك وبتدفع من خلالها. اما بالنسبة لانظمة السداد فانت عندك نظام من ثلاثة، اما انت تختار ان انت تدفع فوري، تدفع المبلغ كاملا في بداية الاشتراك، او ان انت تختار نظام التقسيط لو تحب، وده بيكون ان انت بتدفع مبلغ معين في بداية الاشتراك بيحدده لك فريق الاتش ار، ثم المبلغ المتبقي بتقسطه على شهرين. والنظام الثالث اللي هو عرض الاصحاب، وده بيكون عن طريق ان انت بتجمع 4 من صحابك، يعني انتوا بتكونوا 5 انت و4 غيرك، لو قدرتوا ان انتوا تجمعوا نفسكم الخمسة مع بعض وتشتركوا مع بعض فبيتم خصم مبلغ منكم جميعا، بيحددوا ليك ايضا فريق الاتش ار. فيما يخص مشاهدة المحاضرات، طبعا المحاضرات بتكون اونلاين، والمنصة بتوفر لك تطبيقات بتناسب جميع الأجهزة سواء أندرويد أو آي أو إس أو ويندوز اللي هو كمبيوتر أو لابتوب. لما بتشترك معانا بناخد بياناتك وبنعمل لك حساب على المنصة وبنخليك تنزل التطبيق اللي بيناسبك، وبنشرح لك طريقة وصولك للمحاضرات. المحاضرات زي ما قلنا طبعا أونلاين، بتحتاج أقل سرعة من النت، يعني مش شرط يكون سرعة النت عندك خرافية، أهم حاجة يكون النت عندك ستيبل أو مستقر. المحاضرات بننزلها لك ريكوردد او مسجله عشان تقدر تشوفها في اي وقت في اليوم على حسب وقتك وظروفك. المحاضرات بتشتغل معاك على جهاز واحد فقط لا غير، بمعنى انك ما ينفعش تفتح حسابك وتشغل المحاضرات على جهازين في نفس الوقت، ولكن احنا بنتيح ليك اوبشن نقل الحساب بتاعك اي وقت وبعدد مرات مفتوح، بمعنى انك لو بدأت تتابع المحاضرات مثلا على موبايل وجيت بعد كده حبيت تنقل الحساب ده على كمبيوتر تاني عندك او موبايل تاني يخصك، فانت بتبلغنا وبننقل لك الحساب من الجهاز القديم للجهاز الجديد، وتقدر تنقله اي وقت حتى لو كل يوم، سواء حابب تنقل الاكونت بتاعك او الحساب بتاعك من الجهاز الاول للجهاز التاني، حابب ترجعه من الجهاز التاني للجهاز الاولاني مرة تانية، لو حابب تعمل الامر ده حتى لو كل يوم فالامر ان شاء الله سهل وبسيط باذن الله رب العالمين. طبعا بيكون معاكم على مدار الكورس كله حد بيتابع معاكم يوميا اي امور تقنيه تخص التطبيق، وكمان عشان لو حبيت تنقل حسابك اي وقت. وحابين نطمن حبايبنا اللي شويه ضعاف في مسائل التكنولوجيا، هيكون معاكم حد بيتابع معاكم خطوه بخطوه اي استفسار يخص التطبيق، وكذلك هيتابع معاك اي مشكله تظهر ويحلها لك باذن الله رب العالمين. طبعا بعد الاشتراك بنبدا نجمع المشتركين جميعا على جروب واتساب، وبنبدا طبعا نعمل لكم الاكونتات زي ما شرحنا قبل كده، وبنوضح لكم ازاي طريقة الوصول للمحاضرات. بنبدأ تنزيل المحاضرات بنظام الدريبنج، او بيبقى المحتوى كله مش بينزل مرة واحدة، ولكن بننزل موديول بموديول او اتنين موديول باتنين موديول، وبننزل معاه جدول مذاكرة مقترح، بحيث ان احنا نحدد لك ان من يوم الفلاني لليوم الفلاني المفروض نكون مخلصين مذاكرة الموديول الفلاني اللي احنا نزلناه. ثم في نهاية الموديول بيكون في كويز احنا بنعمله ليك، والكويز بيكون اختياري، ولكن احنا بنشجع الناس ان هم يدخلوا الكويز عشان كل واحد يقيم نفسه ويعرف هو ذاكر كويس ولا لا. وفي خلال المدة بتاعت الموديول احنا بنحط لك جروب تليجرام علشان وانت بتذاكر اي سؤال بدر في ذهنك او اي استفسار انت حابب تستفسر عنه او نقطة انت مش فاهمها، فعلى طول بتسجل سؤالك على جروب التليجرام ده، بحيث ان احنا نيجي في نهاية الموديول نجمع كل الاسئلة ديت ونحدد لكم ميعاد لايف مع الدكتور، محاضرة ديسكشن عن الموديول نجمع فيه الاسئلة بتاعتكم والدكتور يجاوب عليها، وكمان تحضر معانا بحيث لو عندك اي سؤال تاني حابب ان انت تسأل عليه وقت اللايف فبيكون معاك اللايف مفتوح بينك وبين الدكتور صوتي، تقدر تتكلم معاه وتسأل عن اي حاجة انت حاببها. فيما يخص الامتحان النهائي والشهادة، طبعا في نهاية الدبلومة بيكون في اختبار شامل وموسع، وبيكون في مشروع تخرج، وانا كاتب لك طبعا في السلايد 100 درجة رأفة دي معناها ايه. احنا قلنا لك في السلايد اللي فات ان احنا
بنعمل على كل مديول كويز. الكويز ده احنا قلنا لك بيكون اختياري، يعني احنا بنحاول اننا ندخلك الكويز ده ان انت تقيم نفسك وتشوف انت ذاكرت ولا لا، ولكن كوسيلة تشجيعية احنا بنحاول ان احنا نعمل لك على كل كويز مجموعة من الدرجات ما بين درجتين 5 درجات 10 درجات على حسب الكويز كبير او صغير، وبنحدد لك نسبة معينة لو انت جبتها في الكويز اللي بينزل على كل مديول فاحنا بنحدد لك مجموعة درجات. يعني كل كويز ممكن تاخد درجتين، ممكن تاخد 3 درجات، ممكن 5 درجات على حسب انت شديت حيلك ولا لا، بحيث ان انت تيجي في النهاية بنقول لك حاول تجمع قدر المستطاع ان انت ممكن تجمع من الكويزات ديت، ممكن تجمع منها درجات بحد اقصى 100 درجة. ال 100 درجة اللي احنا بنسميهم 100 درجة رأفة دولت بينفعوك في الامتحان النهائي الخاص بالدبلومة. الامتحان النهائي ولو وليكن لو هنفترض انه بيكون مثلا من 1000 درجة، فالألف درجة دول بيكونوا مقسمين كالآتي: إن 750 بيكون على الاختبار الموسع اللي بيكون على الدبلومة كاملة، و250 درجة اللي متبقيين من الألف بيكونوا على مشروع تخرج بينطلب منك في نهاية الدبلومة. مشروع التخرج بيكون عبارة عن حاجة زي فيديو أنت بتعمله عن موضوع مثلا بتشرحه، أو عن كيس معينة بتنطلب منك إن أنت تناقشها في الفيديو، وبيتم تقييم الفيديو ده. الميت درجة اللي احنا بنقول ان انت حاول تجمعهم على مدار الموديولات او على مدار الدبلومة دول بينفعوك شوية في نهاية الامتحان او في الامتحان، ان هما يرفعوا درجتك، بحيث لو انت ما كنتش وصلت للنسبة اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي فالميت درجة بينفعوا. طب برضو انا مش فاهم قوي، طب انا هستفيد بايه، او يعني ايه 100 درجة؟ ما هو انا حابب ان انا اقول لك ان بعد كده ان في شهادة الخاصة بالدبلومة، الشهادة دي علشان تقدر تحصل عليها لازم بتجتاز الاختبار النهائي، والاختبار النهائي المقصود بيه الاختبار مع مشروع التخرج لازم تجتازه بنسبة 70% كحد أدنى، يعني أكتر من كده أقل من كده لأ. فأنت ممكن تكون في الامتحان النهائي جيت بعد ما عرفت النتيجة بتاعتك لقيت إن أنت مثلا جبت درجة أقل من 70%، فالمد درجة الرأفة اللي احنا بنقول لك عليهم هنا هيتدخلوا وممكن يدعموك ويوصلوك للنسبة. علشان كده بنقول للناس جميعا ان هم يهتموا بالمد درجة دولت، وده احنا عاملينه علشان نخليك ان انت تتشجع وتهتم بالمذاكرة على مدار الدبلومة. طبعا علشان تحصل على الشهادة المقدمة من الدبلومة زي ما قلنا بتكون ان انت تجتاز الاختبار النهائي بنسبة 70% كحد أدنى، زائد رسوم الشهادة اللي بنحددها لك وقتها واللي بتكون سعر رمزي. فيما يخص اعتماد الشهادة المقدمة من الدبلومة، فالشهادة معتمدة من الجمعية العربية لتطوير الصيدلة. والجمعية العربية لتطوير الصيدلة هنا في السلايد دي جبنا لك البايو الخاص بيها أو نبذة عن الجمعية العربية، لو حابب إن أنت تقرأها بعناية تقدر توقف الفيديو وتطلع عليها. لو قررت تشترك في النهاية بتشرفنا برسالة ماسنجر على الصفحة الموضحة بالصورة. بكل سهولة بتفتح الفيسبوك وبتبحث بالاسم الموضح قدامك اللي هو القاضي HR، وبتلاقي الصفحة الموضحة قدامك ديت، بتخش على الماسنجر أو على الرسائل وبتبعت رسالة للصفحة دي برغبتك في الاشتراك في دبلومة QCPHD. وهدفنا في النهاية من الكورس انك تكون صيدلي بروفيشنال ومثقل علميا بالمعلومات اللي تخليك مميز في شغلك ومميز وسط فريق عملك، وتكون مصدر ثقة لعميلك عشان هتكون عندك المعلومة الصحيحة الموثوقة والكاملة اللي تقدر تتعامل بيها بإذن الرحمن. وحبينا في نهاية الفيديو نعرض لك معلومات عن فريق المحاضرين، البايو الخاص بكل دكتور والموديولات اللي بيقدمها، وكمان حبينا اننا نعرض لك فيدباك عن الكورس من مشتركين سابقين. ونتمنى اننا نكون وضحنا في الفيديو ده كل التفاصيل اللي حابين تعرفوها عن الكورس. ربنا ينفعكم وينفع بكم جميعا يا رب، اللهم امين. ودلوقتي نسيبكم مع معلومات عن المحاضرين والموديولات اللي بتتقدم وكمان الفيدباك اللي وصلنا من المشتركين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي، شمر وكن للعلم دوما طالبا، لا تيأسن ففيه عذب المنهل. يا أمة
أمتي عهدا بأن أتعلم فعلو شأنك بغيتي ومؤملي بالعلم نبني يا أخي حضارة ونعيد أمجاد الرعي للأول. العلم شمس يستضاء بنورها تشفي من الأسقى كل معلل فإذا به للخير يمضي راشدا نحو العلا بعزيمة وتفاؤل نحو العلا بعزيمة وتفاؤل. يا سالكا سبل المعاني مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا لا تيأسن ففيه عذب المنهل. يا سالكا سبل المعاني مخلصا سالكا سبل المعاني مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا لا تيأسن ففيه عذب المنهل. يا أمتي عهدا بأن أتعلم فعلو شأنك بغيتي ومؤملي بالعلم نبني يا أخي حضارة ونعيد أمجاد الرعي للأول. العلم شمس يستضاء بنورها تشفي من الأسقى كل معلل فإذا به للخير يمضي راشدا نحو العلا بعزيمة وتفاؤل نحو العلا بعزيمة وتفاؤل. يا سالكا سبل المعاني مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا لا تيأسن ففيه عذب المنهلين.